إذا للوقوف عند تصريحات وزير الدفاع التركي عن محاربة ميليشيا البككة الإرهابية وتقاعس إيران وميليشياتها في العراق في التعاون في هذه الحرب. ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف مرحبا بكم. يعني وزير الدفاع التركي ياشار جولر أدلى بتصريحات عن ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، في هذا التصريح ألقى باللائمة واللوم على إيران في عدم تعاونها في محاربة الإرهاب. ولكن في هذه النقطة وفي هذا السياق، إلى أي مدى ترى أن تصريح جولر اخترقت ما يوصف بالدبلوماسية الحذرة للتعامل مع إيران في موضوع حساس كهذا أستاذ يوسف؟ مساء الخير، تحياتي لكم أستاذ المشاهدين. يا سيدي، بداية نقول أن الدبلوماسية الحذرة كما وصفتموها ولا زمانها وانتهى الآن في ظل استمرار تهديدات للأمن القومي التركي، والأمن القومي التركي هو أصبح الآن على المحك تماما، ليس فقط لتركيا، حتى للمنطقة وعلى للحدود المشتركة بين كل من تركيا والعراق وتركيا وإيران. وبالتالي الرئاسة التركية والحكومة التركية جادة وبكل حزم على ضرورة استئصال هذه التهديدات الأمنية للأمن القومي التركي، التهديدات الإرهابية للأمن القومي التركي والأمن المنطقة من جحورها ومن جذورها. وبالتالي تصريحات وزير الدفاع التركي ياشار جولر يجب أن تفهم في هذا السياق. إيران عليها أن تعي تماما بأن زمن الصبر ولا، وأن الدبلوماسية والسياسية إلى حد معين، ولكن يجب أن يكون هنالك الأخذ على محمل الجد ما تقوم به تركيا من تعاون مشترك مع جيرانها مع العراق ومع إيران أيضا في ضرورة محاربة الإرهاب الذي هو يعتبر البلاء الأكبر للاستقرار في هذه المنطقة. لا يخدم أحد هذا الوجود الإرهابي، أتكلم عن منظمات إرهابية سواء كان PKK سواء كان قسد PYD YPG داعش وغيرها، هذه هي البلاء الأكبر لهذه المنطقة ويجب ضحدها ويجب القضاء عليها، والتعاون مع تركيا هو مطلب أساسي. أما التصريح بشيء ثم التكاسل والتخاذل وربما الدعم من تحت الطاولة، هذا لا يخدم أحد بشيء أبدا. أستاذ يوسف، منذ نحو شهر مصادر مقربة من الإدارة التركية أكدت أن خطة إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق يعني أصبحت جاهزة، ولكن وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وعقد الاتفاق الاستراتيجي مع حكومة السوداني، هل هناك من يقف في العراق أمام التعاون لمكافحة الإرهاب المتمثل بحزب العمال الكردستاني البككة أستاذ يوسف؟ الاتفاق الأمني الثنائي بين كل من تركيا وبين العراق اتفاق استراتيجي مهم، وهذا الاتفاق تم، وبناء على هذا الاتفاق يتم التحضير لما بعد هذا الاتفاق. تركيا جادة في تنفيذ عملية عسكرية موسعة بالتنسيق مع حكومة العراق، وبالتالي الوقت هو ليس بسبب أن هنالك أو تأخر هذه العملية أو استعجال هذه العملية يفسر على أن هنالك معوقات، بقدر ما أن الوقت المناسب والتحضير المناسب هو عندما يأتي سيتم تنفيذه. هذا أولا. ثانيا، صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن العملية العسكرية الموسعة بالتنسيق مع الأشقاء في العراق هي ستكون في الصيف، في بوادر الصيف المقبل. أتوقع يعني مع بداية الصيف أن يكون هذا التحضير قد تم، وكل الاستعدادات والتحضيرات الأمنية والاستخباراتية بل حتى والعسكرية تكون انتهت، وبالتالي ستكون العملية العسكرية هي أمر ضروري لا محالة ولا تغيير. وإن كان هنالك من يحاول أن يعوق هذا الأمر ربما من بعض الأطراف هنا أو هناك، فلن يكون له أي تأثير على القرار التركي الذي هو يعتبر قرارا حاسما وضرورة قصوى ليس فقط لتركيا وإنما أيضا للعراق وتركيا. لابد من الإشارة أستاذ يوسف أن هناك تحولا جرى من قبل الحكومة في العراق في توصيف الوضع القانوني لميليشيا حزب العمال الكردستاني، وقال بأنها منظمة محظورة، ولكنه في نفس الوقت وأقصد بها هنا الحكومة في العراق تمنحها حق اللجوء. كيف تفسر لنا هذا الموقف المتناقض؟ منظمة إرهابية ولكن أعطاها حق اللجوء. نعم، يعني هو ما يزال هنالك الكثير من العمل السياسي والدبلوماسي يجب أن يتم من قبل الحكومة العراقية في موضوع
حزب العمال الكردستاني البيكاكا الذي يتخذ من الأراضي العراقية موطنا ومركزا له، ولكن يجب علينا ألا ننسى بأن ما حصل من خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق وإعلان حكومة العراق بأن البيكاكا حزب العمال الكردستاني منظمة محظورة هو في حد ذاته يعتبر تقدما إيجابيا ونصرا، وإن كان لا يفي بالمطلب الأساسي وهو إعلانها منظمة إرهابية، ولكن حظر عمل هكذا منظمة بالنسبة إلى تركيا هي منظمة إرهابية هو يعتبر خطوة في الطريق الصحيح وخطوة إيجابية تثمن من قبل تركيا للأشقاء في العراق. ونعلم أن هنالك ربما يكون هنالك عدم وحدة قرار سياسي في توصيف البيكاكا في العراق على أنها منظمة إرهابية أو يجب حظرها ويجب عدم إعطائها الأذونات أو السماح في الوجود على التراب العراقي، وتركيا تتفهم ذلك ولكن ترى بأنه يجب العمل مضيا في كيفية تحييد هذا التنظيم الذي بالنسبة لتركيا يعتبر إرهابي ويجب أن يحارب بشتى الطرق. أستاذ يوسف، يبدو أن الولايات المتحدة منزعجة من الاتفاقية التي أبرمتها بغداد وأنقرة في موضوع محاربة الإرهاب، فيما لو تم تفعيلها إلى أي مدى ترى أن هذا التقاطع في المواقف بين الولايات المتحدة وإيران ربما يظهر حقيقة التعاون الخفي لاستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة؟ هل تؤيد هذا الطرح؟ بكل تأكيد يا سيدي، المنطقة عموما على صفيح ساخن، وما يجري الآن في هذه المنطقة يفضح يعني يكشف النوايا ويفضح الأدوار، يعني لا أحد يستطيع أن يقنع أحد بأن لا يوجد هنالك تنسيق خفي بين إيران وبين أمريكا، خصوصا بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي المنطقة وما يتم ترتيبه الآن من حوادث اغتيالات، ونعلم أن كان الإسرائيلي طرف فيما يحدث الآن من عدم استقرار واستهداف المنطقة برمتها إلى إشعالها إلى حرب كبيرة. يا سيدي دعني أقول لك كلمة، أمريكا هي ليس هدفها أبدا أن يكون هناك أمن واستقرار في هذه المنطقة، أمريكا هدفها الرئيسي أن تخلق الأزمات وأن تشعل الحروب وأن تبقى هي تدير هذه الأزمات وتدير هذه الحروب ليكون لها مبرر، إما لبيع السلاح إما للوجود بحجة ضمان الأمن الإقليمي وتأمين موارد البترول والنفط سواء كان في العراق أو دول الخليج أو حتى تركيا. وبالتالي نعم، إيران تخدم مع الأسف المصالح الأمريكية إما تدري أو لا تدري، إما بتنسيق أو بعدم تنسيق، في النهاية يصب ذلك في مصلحة أمريكا، وتركيا تحذر من أن يجب أن لا يكون هنالك انزلاق إلى المخطط الكبير وهو إشعال المنطقة إلى حروب يستفيد منها أطراف أخرى وتدفع ثمنها الشعوب في هذه المنطقة. أستاذ يوسف، هل تثق تركيا بمشاركة الحشد الشعبي في المعركة ضد حزب العمال الكردستاني؟ إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ورغم ثبوت أن الحشد الشعبي يدعم منظمة البككة الإرهابية من الناحية اللوجستية والمالية. يا سيدي، الاتفاقات بين الدول اتفاقات ملزمة بين الأطراف السيادية والأطراف ذو المناصب السياسية التي تمثل هذه الدول. تركيا وقعت اتفاق استراتيجي عسكري أمني مع الحكومة العراقية، هذه مسؤولية الحكومة العراقية. الحشد الشعبي الموجود في العراق هل ما مدى التزامه بهذه الاتفاقية؟ التعاون الأمني الاستراتيجي بين تركيا والعراق، هذا الاتفاق الأمني في مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة من أي تهديدات إرهابية من مجموعات مسلحة وحظر هذه المجموعات، هذا مسؤولية على الجانب العراقي. إذا ما كان هنالك خروقات سواء من الحشد الشعبي أو من غير الحشد الشعبي، فالطرف الذي سيتحمل هذه المسؤولية هو الطرف العراقي. تركيا ترى بأن التعاون المشترك يجب أن يكون، ويجب أن يكون هنالك تعاون استراتيجي لكي لا يكون هنالك ذريعة أو حجة باتهام تركيا أنها تحارب لوحدها وتخترق سيادة الدول التي يوجد فيها تهديدات إرهابية. تركيا الآن تنسق، وعلى الطرف الآخر أن يدعم هذا التنسيق بصدق وأن يتحرى أن لا يكون هنالك من يريد أن يعيق هذا التنسيق. الحشد الشعبي هنالك تقاطع مصالح، هنالك دعم ربما إيراني له من أجل
متطلبات أخرى. نعم. ضد أو تقاطع مصالح مع البيكاكا، ولكن هذا لا يعني تركيا بشيء. تركيا جادة في استئصال هذه التحديات الإرهابية أينما وجدت، في وكرها وفي جحورها، وعلى الحكومة العراقية أن تتحلى بمسؤوليتها أمام الاتفاقات التي وقعتها مع تركيا. وهذا الاتفاق ملزم وليس أمر اختياري، وهذه مسؤولية الحكومة وليست مسؤولية تركيا أمام أي اختراق لهذا الاتفاق. عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لكم.